مشاهدينا ومتابعينا الكرام، انطلاقات هذا الصباح هنا نتابع هذه الانطلاقات والاندفاعات لهذه الأشواط. هنا نتابع مهرجان أيضا ختام المرموم وهذه الأسماء المنطلقة، ونتابع أول المراكز المندفعة. نشاهد هناك اللي على المقدمة والمركز الأول، نتابع هناك اللي هي المنطلقة مواري لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم، عتيق بن سالم بن عبيد بالعرطي اللي على التضمير أيضا من يتابعها ويرافقها. المركز الثاني نتابع هنا الانطلاق والاندفاع الظبي لهجن سيح السلم وبقيادة سعيد بن سالم بالمر السبوسي. سعيد بن سالم الينيبي هنا أيضا المركز الثالث، القدوم من الشاهينية وهجن العاصفة وبقيادة غياث الهلالي. هناك اللي تسللت هنا من هجن الرياسة الشاهينية منطلقة وبقيادة بن حمدون أحمد بن مايد بن حمدون، هنا من يتابعها على المركز الرابع وغيرت على ثالث المراكز. المركز الخامس شواهين لهجن الرياسة وبقيادة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري على المركز الخامس. المركز السادس النقلة على المركز السادس، هملولة لهجن الرياسة علي بن جميل الوهيبي في المتابعة، هنا منطلق مع هملولة على المركز السادس. المركز السابع نتابع القدوم من أيضا هنا اللي واصل الشاهينية لهجن العاصفة وبقيادة غياث الهلالي. المركز الثامن نتابع الوثبة، الوثبة لهجن الرياسة وبقيادة العملاق سلطان بن محمد الوهيبي من يتابعها في عملية التضمير. المركز التاسع نتابع القدوم هنا مع شواهين لهجن الرياسة وبقيادة أيضا المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، هناك أيضا من الجانب الأيمن. والقدوم أفراح من الجانب الأيمن منطلقة في هذه اللحظات لسمو الشيخ مكتوم، هنا نتابعها لسمو الشيخ مكتوم بمحمد بن راشد المكتوم وبتضمير طارش بن مبارك بالقوبع، هنا من يتابعها. هنا هذه العشر المراكز الأولى المنطلقة في هذا الشوط، نشاهد وإياكم ونتابع ونستمتع مع هذه الانطلاقات. والعودة مرة أخرى إلى المقدمة، إلى صراع المقدمة. هنا خمس أسماء متقدمة هنا بقيادة الشاهينية اللي غيرت وانطلقت في هذه اللحظات بشعار هجن الرياسة، منطلقة هنا في هذه اللحظات وبتضمير أحمد بن مطر بن مايد هنا الخيلي، أيضا من يتابعها في عملية التضمير. المركز الثاني، المركز الثاني هناك نتابع القادمة شواهين لهجن الرياسة وبقيادة المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. المركز الثالث نتابع القدوم من مواري هناك من الجانب الأيمن لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم، عتيق بن سالم بن عبيد بالعرطي أيضا هنا في هذه اللحظات منطلقة ومندفعة مع أيضا التضمير مسري بن سالم بالعرطي الحميري. هناك المركز الرابع نتابع القدوم هنا في هذه الانطلاقة، ونشاهد هناك اللي هي الظبي لهجن سيح السلم وبقيادة سعيد بن سالم الينيبي، أيضا من يتابعها ويرافقها. هنا نتابع الشاهينية مع هجن العاصفة وبقيادة غياث الهلالي في المتابعة. نتابع وإياكم هنا الخمس المراكز الأولى، نتابع الشاهينية من أتتنا على المركز السادس مندفعة ومنطلقة بهذا الأداء والاندفاع هنا في هذه اللحظات مع هجن العاصفة وبقيادة غياث الهلالي. يا سلام مع المركز السادس. المركز السابع نتابع هملولة، هملولة قادمة لهجن الرياسة وبقيادة علي بن جميل، يا سلام الظافر من يتابعها على المركز السابع مندفعة هملولة بشعار هجن الرياسة اندفاعتها وانطلاقتها في هذا الشوط. المركز الثامن نتابع هنا القدوم من شواهين، شواهين لهجن الرياسة وبقيادة المجاز محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. نتابع من الجانب الأيمن، نتابع هناك أفراح سمو الشيخ مكتوم بمحمد بن راشد المكتوم، طارش بن مبارك بالقوبع في المتابعة، هنا قدوم في هذه اللحظات مع الوثبة، الوثبة لهجن الرياسة وبقيادة العملاق سلطان بن محمد
الوهيبي. السلام هنا مندفع مع هذا الانطلاق الشاهينية متواجدة هناك أيضا بشعار هجن العاصفة وغيات الهلالي في المتابعة. يا سلام يا هذا الشوط، نشاهد ونستمتع ونتابع هذه الندر، هذه الأصائل المنطلقة المسافة 8 كيلومترات، نشاهد ونتابع ونعود نعود إلى المقدمة وإلى الصدارة. يا سلام يا سلام يا الشاهينية، الشاهينية لهجن الرياسة وشواهين لهجن الرياسة. يا سلام على المقدمة وانتو الصدارة هنا في المركز الأول والثاني، مندفعة هنا في هذا الانطلاق، تغير شواهين في هذه الانطلاقة لهجن الرياسة وبقيادة المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. يا سلام يا سلام بهذا الانطلاق والاندفاع، بينما النقلة من الجانب الأيمن هنا مع اندفاعة الشاهينية، الشاهينية منطلقة لهجن الرياسة، أحمد بن مطر بن مايد الخيالي يا سلام مع اندفاعتها من الجانب الأيمن بهذا الشكل اللي ما شاء الله تبارك الله على هذا الأداء المتميز هنا، واندفاعتها مع هذا الشعار نار على علم مع هذا الانطلاق. نتابع المركز الثالث، القدوم من الشاهينية هجن العاصفة قادمة مع المركز الثالث وباندفاعتها، نتابع هنا غيات من يتابعها. المركز الرابع نتابع هنا ثمينة لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم سري بن سالم بالعرطي الحميري، هنا من يتابعها بينما أرى التسلل والقدوم في هذه اللحظات باندفاعة الضبي هجن سيح السلم وبقيادة سعيد بن سالم أيضا بالمر الينيبي، هنا مع المركز الرابع منطلقة هملولة على المركز الخامس منطلقة في هذه اللحظات بشعار هجن الرياسة وبمتابعة علي بن جميل، هنا من يتابعها مع المركز السادس هنا منطلقة ومندفعة هنا في هذا الشوط. المركز السابع نتابع القدوم والاندفاع، شوفوا وشاهدوا شاهدوا هذا الانطلاق، شاهدوا هنا الشاهينية لهجن العاصفة غيات الهلالي، ثنتين قادمات إلى المقدمة، شوفوا القدوم الآخر من الوثبة. يا سلام يا الوثبة قادمة لهجن الرياسة وبقيادة العملاق سلطان بن محمد الوهيبي. يا سلام المجازف أيضا قادم بثنتين في هذا الانطلاق، نتابع هناك انطلاق آخر من ولاء لسعادة الشيخ جاسم بن سعود بن فهد بن جاسم الثاني وبتضمير جابر بن علي بن جرحب في هذا الشوط، شهدنا ولكن نعود إلى المقدمة، شوف اللي انطلقت ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله يا الشاهينية لهجن الرياسة، أحمد بن مطر بن مايد الخيالي. يا سلام هنا منطلق مع هذا الاندفاع مع المركز الأول مع المقدمة مع الصدارة، ما شاء الله تبارك الله على هذا الشكل الرائع، هذا الانطلاق الأروع مع اندفاع الشاهينية اللي بدأت تغادر الجميع، بدأت تغادر هنا مع انعطافنا الأخير إلى المنصة الرئيسية، إلى الفوز، إلى الانتصار، إلى الزعفران، الكيلوين المتبقية من عمر هذا الشوط، واندفعت الشاهينية ما شاء الله. المركز الثاني نتابع الشاهينية لهجن العاصفة قادمة في هذه اللحظات باندفاعتها مع هذا الانطلاق والاندفاع، هنا غيات في المتابعة. المركز الثالث الوثبة، الوثبة اللي بدأت تتقدم هنا بشعار هجن الرياسة وبقيادة العملاق سلطان بن محمد الوهيبي، من يتابعها ويرافقها بن زيتون، هنا مع شواهين وشواهين لهجن الرياسة المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. يا سلام يا سلام على هذا الشوط، هملولة قادمة بشعار هجن الرياسة علي بن جميل، هنا هذا الاندفاع، نتابع ننطلق نستمتع، هناك قدوم من ولا قادمة في هذه اللحظات نتابعها لسعادة الشيخ جاسم بن سعود بن فهد الثاني وبتضمير جابر بن جرحب المري، ولكن نعود إلى المقدمة إلى الصدارة. يا سلام ما شاء الله تبارك الله يا الشاهينية لهجن الرياسة، هجن الرياسة يا سلام منطلقة في المقدمة مندفعة على صدارة هذا الشوط، منطلقة هنا في هذا الاندفاع مع الألف ومئتين على النهاية، واندفعت الشاهينية، غادرت الشاهينية ما شاء
شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله يا أحمد يا بن مايد يا أيضا هنا على هذا التضمير الرائع بشعار هجن الرياسة ومع الشاهينية اللي بدأت تغادر الجميع المركز الثاني، الشاهينية لهجن العاصفة وبقيادة غياث الهلالي. شوفوا الوثبة اللي بدأت تنطلق في هذه اللحظات لهجن الرياسة قادمة مع العملاق سلطان بن محمد الوهيبي، هناك قدوم من هملولة، هملولة قادمة في هذه الاندفاع، نتابع هملولة. يا السلام لهجن الرياسة، علي بن جميل الوهيبي، شوف اللي قادمه واول ندى للكايدة هنا في هذه اللحظات لسعادة الشيخ جاسم بن احمد بن مبارك آل عبد الرحمن الثاني وبتضمير مطر بن مبارك الوهيبي. يا السلام يا السلام، لكن نعود الى المقدمة عند الشاهينية اللي غادرت الجميع وذهبت بالسلام هنا مع هذا الفوز والاندفاع بدون اي تعليمات تذكر عليها. ما شاء الله تبارك الله، منطلقة ومندفعة مع شعار هجن الرياسة، هجن الرياسة يا السلام، شعار الحمر الخطر. تهانينا تهانينا لهجن الرياسة ولمؤسسة هجن الرياسة هنا مع هذا الفوز المستحق. تهانينا لأحمد بن مطر بن مايد الخيالي، تهانينا على هذا الفوز والانتصار تشاهدونها وهي أيضا بدون تعليمات تذكر عليها تصل إلى خط النهاية معلنة الفوز وبدون منافس على الإطلاق. تهانينا لهجن الرياسة وعلى فوز الشاهينية، وتهنيتنا لأحمد بن مطر بن مايد الخيالي، تهانينا وناموس على هذا الفوز. المركز الثاني الوثبة لهجن الرياسة مع سلطان الوهيبي، المركز الثالث هملولة لهجن الرياسة وبقيادة أبو الجمايل، المركز الرابع وصلت الكايدة لسعادة الشيخ جاسم بن أحمد بن مبارك عبد الرحمن الثاني وبتضمير مطر بن مبارك الوهيبي، المركز الخامس هناك ولا لسعادة الشيخ جاسم بن سعود بن فهد الثاني وبتضمير جابر بن جرحب المري. يا السلام يا هذا الشوط، يا السلام. هنا في هذه اللحظات التوقيت الزمني 12 دقيقة 14 ثانية جزئين من الثانية. تهانينا لهجن الرياسة والتهنية موصولة لأحمد بن مطر بن مايد الخيالي، تهانينا على هذا الفوز وانتصار الشاهينية في هذا الشوط بدون أي تعليمات تذكر عليها وتوقيتها مميز في هذا الصباح. المركز الثاني هنا في هذه اللحظات وصلت الوثبة، توقيتها الزمني 12 دقيقة 19 ثانية جزئين من ثلاث أجزاء من الثانية. تهانينا وناموس لهجن الرياسة والتهنية موصولة للعملاق سلطان بن محمد الوهيبي، المركز الثالث. وصلتنا هنا هملولة، توقيتها 12 دقيقة 20 ثانية 7 أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن الرياسة والتهنية موصولة لعلي بن جميل الوهيبي.